لمهارات استخدام اليد الخالية والقدم للدفاع عن النفس. القتال المتلاحم. يستعرض الطلبة فنون التخلص من الخصم بالسيطرة والقبض. مجموعة من الضربات المؤثرة بالمناطق المعجزة بالخصم والتي يتم الاستعانة بها حال التعامل مع الخارجين عن القانون. ضيوفنا الكرام، نشاهد من يسار المنصة فريق من طلبة الكلية خريجي كليات الحقوق، بينما يتقدم من يمين المنصة فريق آخر من طلبة السنوات الدراسية المختلفة يتأهبون لتقديم بعض الكاتات المتقدمة. مع عرض المهارات الخاصة يقدم الطلبة الآن كاتة الأسانسير. تستهدف هذه التدريبات